الحمد لله الحمد لله. ومصر مليانه، ومصر ولاده مؤلفينا ومخرجينا ومبدعيها وممثلينها وكل من فيها. الحقيقه مصر ولاده، وكل يوم بيطلع لنا فنان، وكل يوم بيطلع لنا مخرج، وكل يوم بيطلع لنا مدير تصوير، وكل يوم بيطلع لنا سيناريست. الحقيقه نحن امام يعني فتره مهمه جدا في الفن المصري، نرجو ان نستغلها على يعني زي بيقولوا كل قوتنا، لان الفن هو احدى اذرع القوى الناعمه المؤثره في كل شيء. صحيح. يعني ان شاء الله نصل ان احنا نبقى فرحانين كده زي ما احنا في العرس الرمضاني. احنا النهارده 25 رمضان. الحمد لله رب العالمين. ال 15 نجحت، وال 30 نجحت، واعمال مهمه، وانت هنا بتقول ده عظيم، وده النهارده عمل مشهد عظيم، وده عمل حلقه عظيمه. الحقيقه كرنفال كبير جدا مهم في الدراما المصريه، وبنشكر عليه يعني الشركه المتحده فعلا اللي قادت أوي هذه الحمله، زي بيقولوا الحمله الفنيه، اللي احنا نصل النهارده نتفرج على حضره العمده، نتفرج على جعفر العمده، نتفرج على كل الاعمال المهمه جدا، نتفرج على كتيبه 101، نتفرج على حرب، نتفرج على كل الاعمال تحت الوصايه. الحقيقه احنا امام تعدديه رائعه لكل الاذواق. تشوف اللي تشوفه وتعجب، يعني زي اي عمليه فنيه بتشوف فيها حلو بتشوف فيها ما يعجبكش. هو جمال الفن كده، ان ما يبقاش متوحد في وجهه النظر.